هذه أسكلة، بس مو أسكلة الطيبين مالت قبل، أسكلة الأبراج، لا هذه أسكلة سوق شرق، هم أسكلة الطيبين، لأن أسكلة الأبراج كانوا يجمعون عندها الطيبين. هذه الميدالية ميدالية سيارة عتيجة، احنا نقول ميداليات الطيبين. ميداليات الطيبين اليوم ما قمنا نشوفها، أكيد من نشوف هالميدالية تقولون بويش أخباري هالميدالية. هذه الميدالية تذكرنا بسيارات الطيبين. الحين راح تشوفون ويانا سيارات الطيبين في برنامج زمان الطيبين. تعالوا. ايه راحوا الطيبين، راحوا اللي يرفعون الشم كذي والغتر على الشيت، وانتم بكرامه نعال باته. مشاهدينا احنا الحين بهالسياره الشيف الاسس موديل 70 بين منطقه سلوه ورميثيه، هذا الشارع اللي كان يسمى بعيد الشر عنكم شارع الموت. ذاك الزمان زمان الطيبين بالسبعينات، نهايه السبعينات واول الثمانينات، يسمونه شارع الموت بين منطقه سلوه ورميثيه، وفي البعض يسميه بلوك 2. بلوك 2 يعني من الاسم بلوك تلشط، بلوك مسابق، بلوك هدات. على طاري الهدات بتشوفونها بعد شوي. طبعا انا احيي صاحب السياره اخوي موسى الكندري، شيفل موديل 70 اساس. يعني شيفل موديل 70 اساس وببلوك 2 بين سلوى ورميثيه بعيد الشر عنكم شارع الموت، اكيد يبي له مسابق، يبي له مسابق. بعد شوي براويكم ويا فاير بيرد 69. مشاهدينا السياره اللي عندنا اليوم تعتبر من ضمن سيارات الشفرليه، لكن هذه تعتبر من سيارات السبورت مو الكلاسيك، وهي معروفه بذاك الزمان زمان الطيبين، هي يعني تعتبر سياره مسابق موديل 70 شيفل اس اس. هذه نزلت عليها السمول بلوك ونزلت عليها البيج بلوك. احنا والله ما ودنا نحكي الا بحكي الطيبين، لكن محدودين على هالحكي الطيب. السمول بلوك اللي هو المكاين الصغيره 350، البيج بلوك اتوقع 396 نزلت عليها، حتى في علامه عليها 396 وال450، ونزلت عليها ماكينه يسمونها الاكس 6. هذه تعتبر من المكاين نقول خلينا نقول بالحكي الكويتي العتره النباطه اللي تنبط الاكس 6. اطلع اطلع قدام بس خل اخلص الغاء انا طيب خاطرك، ما ترك بربس مسوي روحك. مشاهدينا انا واقف هم واحد يبي يسابق، بس انا بعد شوي طيب خاطره. مثل ما قلت لكم طبعا احنا قدامنا الشيف الموديل 70 الاس اس اللي نزلت عليها المكاين 350 وال 396 وال 454 والاكس 6 طبعا من المكاين العتره. طبعا قلنا تندرج تحت سيارات الشفرلي. نفس الشكل هذا نزل نوع الماليبو، ونزل ايضا الشكل الوانيت اللي هو الكامينو. على طاري الكامينو يمكن شوي شكلها غريب من قدام مثل الشيفل ومن ورا شكل الوانيت. تلفزيون الكويت ايضا استخدمها ذاك الوقت في زمان الطيبين في سباق الهجم، مال الهجم كانوا يحطون الكاميرا ورا لانها سريعه وتساير سباق الخيل في التصوير. مو هذا موضوعنا. مثل ما قلت لكم السياره طبعا تعتبر من سيارات السبورت اللي كانت في زمانها تعتبر سيارات مسابق في زمان الطيبين. مثل ما قلنا لكم بعيد الشر عنكم شارع الموت هني كان يهدون فيه، ايضا صوب الماريت هناك، اكثر من مكان يعني. She's crazy like a fool. What about daddy cool? طبعا انا قاعد داخل السياره عشان اقول لكم مواصفاتها. طبعا السياره مكيفه اوتوماتيك، جلد كلها جلد داخل. طبعا يمكن اخونا موسى الكندري يمكن مخليها بالاسود والخطين بيض، حتى الكشنات داخل مخليهم ايضا بخطوط بيض. هي نزلت بالشكل هذا، نزلت طبعا بالتكييف، لكن نزلت دائما الجامات عادي فر منول، احنا نقول عادي مثل ما انتم شايفين. تعتبر هي يعني من السيارات السبورت. الباكيكس اللي نزل عليها باكيكس يتحمل الجيرات القوية، المكاين يعني ما شاء الله جبارة. الهيئة الأمامية بالنسبة للبريكات كانت بريكاتها يعني تعتبر البريكات العادية، مو اللي احنا نقول هي نظام الدرام، ما كان هي نظام الديسكات، ما ديسكات تالي قامية عليها. يمكن هذه من أحلى سيارات الشيفل السبعين الأس أس، تقريبا من أحلى الموديلات يعني. يمكن الشفرلي كان ينزل عليها مواصفات، يعني اذكر انا يمكن بال 76 77
نزل على الشيفل السيت هذا الكرسي هذا يتحرك يفتر له برا كذي، يعني هذا تعتبر من ضمن المواصفات. انا ايضا راح اطق فيها دوره ويمكن اتسابق على الخفيف كذي بشارع بعيد الشارع عنكم، شارع الموت هنا بلوك 2، وراويكم شلون السياره عندنا. نسيت اقول لكم ان هالسيارات قبل ما يسمعون الا الكاسيت مال زمان الطيبين، اشرطه الطيبين، فاكيد عدنيات، يعني شيفل و70 اكيد عدنيات، بس ما قلتوا لي منو المطرب. شوفوا طبعا هذا المطرب محمد البناي الله يعطي الصحه والعافيه، اللي بدا بالاغاني تقريبا في عام 73، ومثل ما انتم شايفين احنا اليوم بنحكي عنه، لان الحمد لله يعني للحين هو لا زال يغني، يمكن شوي مبتعد، لكن هذيلا مطربين زمان الطيبين، هذيل مطربين زمان الطيبين اللي في كل حلقه يمكن راح نحكي عنهم. اكيد الحين مخرجنا بيطلعنا اغنيه حق اغاني زمان الطيبين من العدنيات عشان تمشي ويا السياره صح ونرجع. نفرت كرني بالوكي سيرين اذكر ذوق، نفرت كرني بالوكي سيرين اذكر ذوق، ارمي هو بربانا هو بس بس اذكر ذوق، ارمي هو بربانا هو بس بس اذكر ذوق. راحوا الطيبين، وهذه الأغنية اللي سمعتوها مال زمان الطيبين. وصلنا إلى الختام، والختام أقول لكم أشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية على خير في زمان الطيبين، في أمان الله. هل بعد هذا البعد يرجى وصالها؟ هل بعد هذا البعد يرجى وصالها؟ واهل الذات انسيقا تعود كمالها، واهل الذات انسيقا تعود قلبي لوعه
وصفافة، فإن بقلبي لوعة وصفافة، بالله ما أحلاها يوم خلوت بها، بالله ما أحلاها يوم خلوت بها. أقيم نهاري باهتا متحيرا، وفي الليل أرجو